السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الإسكولة ومتابعي منصة الإسكولة. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هناخد درس بعنوان تضاريس قارات العالم للصف الثالث الإعدادي، درس من الدروس المهمة جدا في الجغرافيا. معكم معلم أول مستر محمد نور محمود السيد كمون. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنشرح الجزء الأول منه، هنشرح تضاريس قارة آسيا، أفريقيا، أوروبا اللي بيتقال عليهم قارات العالم القديم. هنحدد عندي في كل قارة من دول إيه أهم الجبال، إيه أهم الهضاب، إيه أهم السهول الفيضية وأهم الأنهار والسهول الساحلية والسهول الصحراوية. يلا بينا على حلقتنا النهاردة. طب يعني ايه كلمة تضاريس يا مستر؟ تعال بص يا جميل، عايزك تبص على الشكل اللي قدامك ده. هي دي فكرة التضاريس، اختلاف مظاهر سطح الارض. سطح الارض اللي احنا عايشين عليه مش عبارة عن سهول بس، مش عبارة عن ارض مستوية، لا انا ممكن اشوف جبال وممكن اشوف هضاب وممكن اشوف الارض المستوية اللي هي السهول. ففي الغالب التضاريس هما الثلاث اقسام رئيسية، الجبال، الهضاب، السهول. وخلي بالك السهول فيها ثلاث أنواع بالظبط، في حاجة اسمها سهول فيضية وهنعرف كل ده دلوقتي، والسهول ساحلية وسهول صحراوية. احنا هنطبق الثلاث أشكال من التضاريس دول على القارات عندي. هنبدأ في الجزء الأولاني النهاردة، في حصة النهاردة بمشيئة ربنا هناخد قارة آسيا، قارة أفريقيا، قارة أوروبا. يلا بينا كده وتعالوا نطبق مع بعض. بص بقى النقطة اللي أنا بأكد لك عليها إيه يا ولاد؟ ليه الدرس صعب؟ قلت لك عشان حضرتك بتذاكره غلط. أمال أذاكره صح إزاي يا مستر؟ قصادي خريطة. هي فكرة التدريس إيه؟ عبارة عن جبال أو هضاب أو سهول فيضية، عبارة عن أنهار. حضرتك بتعرف اسمها وتعرف مكانها فين على الخريطة. دي مهمتك في الدرس بس. فانت ما تقعدش تذاكر بقى في البيت فاهمني، وقاعد تلف في البيت وتقعد تقول لي جبال طروس تمتد في دوله تركيا، جبال زاجروس تمتد في العراق وايران. مذاكره غلط. انت قدامك الخريطه ومعاك القلم بتاعك وتبدا تشوف مكان الجبل هنا فين، مكان الهضبه هنا فين، مكان النهر هنا فين، وتحفظ لي المكان بتاعه اللي موجود قدامك على الخريطه. طب تعالى نطبق اول حاجه الجبال عندي في قاره اسيا. الجبال عندي في قارة آسيا في ثلاث أماكن، في جبال موجودة في غرب القارة، وفي جبال موجودة في وسط القارة، وفي جبال موجودة في شرق القارة. يبقى الجبال في قارة آسيا في ثلاث مناطق، في الغرب، في الوسط، في الشرق. في غرب قارة آسيا هلاقي عندي في اتجاه الغرب في عندي جبلين، في واحد هنا، هنا هو الحتة دي اسمها جبال طروس. طب الجبال دي موجودة هنا هو، جبال طروس دي دولة ايه اللي هنا؟ تركيا. طب انا لسه موجود في غرب قارة اسيا، السلاسل الجبلية اللي موجودة هنا هو اسمها جبال زاجروس. الجبال دي كده في المنطقة دي موجودة في دولة مين؟ لا حضرتك هي موجودة هنا في دولتين، في دولة العراق ودولة ايران. يبقى غرب قارة اسيا في جبال طروس اهي موجودة عندي في دولة تركيا، جبال زاجروس موجودة في دولتين، في دولة العراق وفي دولة ايران. كده انا موجود في وسط قارة اسيا في النص بالظبط. جبال لو ليك واحد صاحبك اسمه ابراهيم اكيد هتندع عليه وتقول له خدت على يا هيمة، صح؟ طيب الجبال دي هندلعها ونقول عليها جبال الهيمة لايا، جبال الهيمة لايا اهي موجودة عندي في وسط قارة اسيا. السلاسل الجبلية دي فيها اعلى قمة جبل في العالم، الحتة اللي انا حطيتها لك في دايرة دي قمة الجبل، اعلى قمة جبلية عندي في العالم موجودة في سلسلة جبال الهيمالايا اسمها قمة إيفرست، عشان لو سألني عليها في أكمل صح وغلط اختار ما بين أقواس. أعلى قمة جبلية في العالم قمة ناط أو قمة إيفرست.
تعالى تتحرك 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 لحد ما توصل في شرق قارة آسيا جبال اليابان. طيب تعالى مع بعض نبدأ نشوف عندي الهضاب. الهضاب عندي اللي موجودة في قارة آسيا عند أولاد، في عندي ثلاث هضبات أساسية عندي في قارة آسيا عايزك تحفظهم معي. ثلاث هضاب، هضبة في وسط قارة آسيا أهي هنا هو اسمها ظهر أهي، اسمها هضبة التبت. عارف أنت لما ساعات كده تلاقي عيل بارد كده يقولك ده عيل تبت عشان ما تنساش أبدا، ده اسم الهضبة. الهضبة دي ارتفاعها كبير قوي، الارتفاع يعني العلو بتاعها، من شدة الارتفاع بتاع هضبة التبت لدرجة ان هي اكثر ارتفاعا من الجبال. ودي ما بتحصلش ان انت تلاقي هضبة تبقى مرتفعة عن قمم الجبال، عشان كده هضبة التبت دي بيسموها سقف العالم. سؤال موجود عندك في تدريبات كتاب الوزارة عشان لما تيجي تحله في الفصل مع المستر بتاعك تبقى بتجاوب معه وبتشارك، بما تفسر ليه بتعرف هضبة التبت سقف العالم، ليه مسمينها السقف بتاع العالم؟ اقول له الارتفاع عن قمم الجبال لانها اكثر ارتفاعا حتى من قمم الجبال. اجي انزل كده عندي على الدولة دي اهي، الدولة اللي عاملة شبه قرطاس الجيلاتي كده عندك في قارة اسيا دي اسمها دولة الهند. في هضبة وسط الهند اسمها هضبة الدكن، هضبة الدكن. اخر هضبة عندي اهي في الغرب اهي اسمها هضبة شبه الجزيرة العربية. تاني في تلت هضاب في قارة اسيا، وسط قارة اسيا هضبة التبت، وسط الهند هضبة الدكن، الهضبة التالتة هضبة شبه الجزيرة العربية. طيب تعال نخش عندي على السهول، وانا عارف ان انتوا ولاد اذكياء، هل لما انا هاجي اشرح السهول الساحليه هشاور جوه القاره؟ لا يا مستر، ده السهول الساحليه دي عباره عن الساحل اللي بيطل على سواحل البحار والمحيطات. فقاره اسيا عندها هنا سهول ساحليه على ساحل المحيط الهادي، وعلى ساحل المحيط الهندي، وعلى ساحل البحر الاحمر، وهنا على ساحل البحر المتوسط. والقاره الوحيده اللي عندها سهول ساحليه جوه القاره اسيا. ليه؟ فكر كده معايا. لان انا قلت في الدرس الاولاني وارجع للحلقه بتاعته ان قاره اسيا عندها اكبر بحر مغلق في العالم بحر قزوين، فاكيد المناطق المطله على ساحل بحر قزوين دي سهول برضه ساحليه. طيب السهول الفيضيه بقى اولاد، السهول الفيضية لازم حضرتك وانت بتذكرها معايا لازم هذكر الانهار. ليه؟ كلمة سهل فيضي بمعنى اراضي خصبة بيجري بها الانهار، فما ينفعش ان انا اذكر سهل فيضي من غير ما اذكر اسماء الانهار. تعالى بالراحة كده نبدأ مع بعض ندرس السهول الفيضية اللي موجودة عندي في قارة اسيا. طيب حد من ولاد الشطار بص انا كده واقف بالقلم فين في القاره؟ واحد قام جاي رسم سهم كده قال لحضرتك شمال قاره اسيا. جميل، في السهول الشماليه في اسيا في عندي سهول اسمها سهول سيبيريا، تاني اسمها سهول سيبيريا. السهول دي فيها ثلاث انهار اهم مرسومين قدامي، نهر اسمه اوب، نهر اسمه يانسي، نهر اسمه لينا. تلات انهار، نهر اوب ينسي لينا، اوب ينسي مش ينسى، لا ينسى دي ان انت تنسى الحاجة، لا مش عايزك تنسى ليك معايا هنا، نهر اوب ينسي لينا. التلات انهار دول انحدارهم من الجنوب للشمال. مستر احنا متعودين بنفهم معك يعني ايه انحدار، اقولك انحدار السطح اكيد الارض عشان النهر يقدر يجري، لو الارض مستوية مش هيحصل حركة لجريان النهر، لكن لازم تبقى اخدة زاوية ميل عامل زي الزحليقة كده عشان المية تجري معاك. فالانحدار بتاع التلات انهار دول نهر اوب ونهر يانسي ونهر لينا انحدارهم من الجنوب للشمال. في الاخر خالص التلات انهار دول بيصبوا فين؟
بيصبوا عندي في المحيط القطب الشمالي. خلي بالك عشان في سؤال ساعات كده يقولك ايه، اذكر مصبات الانهار الاتية ويجيب لي نهر او مصبه فين، اقول له المحيط القطب الشمالي. التلات انهار دول ملهمش اي لازمة في الشتاء، في الصيف الدنيا زي الفل فاهمني، ومية والمية بتجري وعشرة على عشرة. يجي الشتاء المنطقة دي شديدة البرودة، منطقة متجمدة جدا، اول ما توصل لفصل الشتاء هوب مرة واحدة تلاقي النهر ده اتجمد بقى عبارة عن كتل تلج. اسمع السؤال اللي جاي برضو تدريبات كتاب الوزارة، بما تفسر تفقد انهار سهول سيبيريا قيمتها الاقتصادية خلال فصل الشتاء؟ ليه ملهاش لازمة في الشتاء؟ اقول له لانها تتجمد خلال فصل الشتاء. طيب ولاد الشطار هرسم لك سهم، ركز كده شوف السهم اللي انا رسمه اهو، ده اتجاه ايه يا جميل؟ اتجاه الشرق يا مستر. حلو، في عندك في شرق قارة اسيا اهو سهلين فوق بعض، ده سهل فيضي وده سهل فيضي، وتحس كده ايه نص بطيخة نص بطيخة. السهل ده اسمه سهل ايه؟ مكتوب اسمه اهو واكتبه لك، منشور، منشور يا سهل، منشوريا موجود في شرق اسيا. السهل اللي تحت منه اسمه سهل شرق الصين. فنيجي نبص كده يا اولاد هلاقي ان انا تاني باكد تاني معاك اهو، السهول اللي في شرق قاره اسيا اهو اللي فوق ده كده اتكلها بالبطيخ، انا بحب البطيخ، سهل منشوريا اهو، تحت سهل شرق الصين. النهر اللي بيجري في شرق الصين اهو اسمه نهر اليانجتسي. طب في انهار ايه تانية؟ في عندي نهر السند اهو حبيبي اهو، بيصب في الاخر في المحيط الهندي او الحتة دي من المحيط الهندي البحر العربي. يعني مستر اجاوبها البحر العربي ولا اجاوبها المحيط الهندي؟ الاتنين صح. اخر نهرين عندي اولاد في قارة اسيا، في عندي اهو نهر دجلة اهو، وده عندي نهر الفرات، والاتنين بيصب هنا عند اولاد في الخليج الايه العربي. ده كده اهم الجبال، الهضاب، سهول الساحليه، سهول الفيضيه في قاره اسيا. تعالوا مع بعض نبدا نروح لقاره افريقيا، واتفقنا ما تذكرش حضرتك جغرافيا ولا تقعد تحفظ لي الجبال ولا اماكنها ولا الكلام ده شفوي كده وانت قاعد بتلف في الاوضه. لا، انت حضرتك كل ما تقرا اسم جبل او اسم حاجه وتروح تحدد المكان بتاعها عندي على الخريطه، ده الصح، تشوفها فين مكانها عندي على الخريطه. تعالى نروح مع بعض يلا للخريطه بتاعتنا. اول حاجه عندي هنبداها مع بعض يا اولاد الجبال في قاره افريقيا، دي اولا الجبال. بص معايا على الخريطه، اول جبال هنا اهو اهي اسمها جبال ايه؟ اطلس. طيب ركز كده معايا، جبال اطلس مكانها فين بالنسبه لقاره افريقيا؟ لو حضرتك عشان تحدد المكان ده تقوم ضارب لي سهم كده بالشكل ده، هتلاقي ان هي بتقع في اقصى شمال غرب افريقيا، لو ده اتجاه كده شمال غرب. وجبال اطلس عباره عن سلاسل جبال حصرة معاها في النص كده، عاملة زي السندوتش كده في النص، في هنا هضبة اسمها هضبة الشطوط. تاني، أقصى شمال غرب أفريقيا هنا هو جبال أطلس. يجي يسألني يقول لي اختار الإجابة أكمل ما يلي، تحصر سلاسل جبال أطلس هضبة نقط بينهم، هضبة الشطوط. أجي أروح هنا هلاقي سلاسل جبال اسمها سلاسل جبال البحر الأحمر. طيب تعال نرسم سهم اهو، السهم ده كده ولاد رايح في اتجاه ايه؟ رايح في اتجاه الشرق يا مستر. جميل، شرق قارة افريقيا في عندي جبل اسمه جبل كينيا وجبل كليمنجارو. تاني، شرق قارة افريقيا جبل كينيا، جبل كليمنجارو. تاني، شرق قارة افريقيا جبل كينيا، جبل كليمنجارو.
اوصل معايا تحت اهو الحته دي كده فين؟ ارسم سهمي معايا ده في اقصى جنوب شرق قاره افريقيا، جبال اسمها درا كينز بيرج، اقصى جنوب شرق افريقيا جبال درا كينز بيرج، اقصى جنوب شرق افريقيا جبال درا كينز بيرج. دول اهم الجبال اللي موجودين عندنا في قاره افريقيا. نكمل مع بعض كده ونروح للهضاب. لو جيت بصيت هتلاقي ان الهضاب اخد مساحات كبيره من القاره، مساحات كبيره من القاره كلها عباره عن هضاب. فبالتالي ايه اللي بيسود؟ يسود سطح افريقيا الشكل الهضبي. بمعنى ايه؟ الهضاب بتشغل مساحات كبيرة جدا منها، يعني معظم سطح افريقيا عبارة عن هضاب. يبقى اذا الشكل بتاعها اخده شكل ايه؟ اخده شكل هضبي. طيب سؤال وانت فكر كده معايا، امال لو قال لي ماذا يحدث اذا كانت الجبال تشغل مساحات واسعة من افريقيا؟ يبقى كان هيسودها الشكل الجبلي، لكن عشان الهضاب بتاخد منها مساحات كبيرة فعشان كده بيسودها الشكل الهضبي. طب مين الهضاب اللي موجودة في افريقيا؟ في عندي هضبة كبيرة قوي جدا 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 فوق اسمها هضاب الصحراء الكبرى. تاني، هضاب كبيرة اسمها هضاب الصحراء الكبرى، من ضمنهم هضبتين اتنين عندنا في مصر، اللي هي هضبة الصحراء الشرقية وهضبة الصحراء الغربية. جميل. طيب تعال نبص في دايرة احطها لك اهي، المكان ده في افريقيا يبقى فين؟ فكر كده، واحد مسك القلم، عشان كده بقول لك تذاكر جغرافيا على الخريطة. واحد قام جاي مسك لي القلم وقام عامل كده، قال له مستر ده اتجاه الشرق. حلو، شرق افريقيا هضبة مين؟ اثيوبيا. يبقى اسمها اثيوبيا ولها اسم تاني بيسموها هضبة الحبشة. يبقى تقع في شرق قارة افريقيا هضبة اثيوبيا اللي بقول عليها هضبة الحبشة. طيب كده حضرتك انا بقيت فين؟ كده حضرتك انا بقيت في وسط قارة افريقيا، هضبة اسمها هضبة البحيرات الاستوائية. تاني بأكد على المعلومة، اسمع كتير كرر كتير عشان تحفظ. شرق افريقيا هضبة اثيوبيا او هضبة الحبشة، وسط افريقيا هضبة البحيرات الاستوائية. في نقطة مهمة قوي، لو انا جيت رسمت نهر النيل هلاقي ان نهر النيل طالع من الهضبتين دول، بينبع من الهضبتين دول. سؤال يقعدوا يكرروا كتير قوي، انت بالوزارة في الامتحانات وليه اكتر من شكل، بما تفسر اهمية هضبتي اثيوبيا والبحيرات الاستوائية؟ ما العلاقة بين هضبتي اثيوبيا والبحيرات الاستوائية ونهر النيل؟ في الاخر خالص اقول له انه تنبع منهما روافد نهر النيل، بمعنى ان نهر النيل بادئ من الهضبتين دول، ان كل موارد المية بادئة من الهضبتين دول. اوصل عندي للجزء اللي تحت ده كله هضبة اسمها هضبة جنوب افريقيا، وبيجري فيها نهرين، نهر على الغرب ونهر في الشرق، نهر اسمه اورانج ونهر اسمه لومبوبو. يبقى يجري نهر بيجيبها كتير في الامتحانات نقط في هضبة جنوب افريقيا، نهر اورانج ولومبوبو، نهر اورانج ولومبوبو. دي كده الهضاب، خدنا الجبال خدنا الهضاب. تعال اولاد ناخد السهول الساحليه. خلاص احنا فهمنا بقى واحنا بنفكر، ما انت متشاورليش هنا جوه وتقولي السهول الساحليه، حضرتك اكيد هتشاور على سواحل البحار وسواحل المحيطات عندي ونقول عليها سهول ساحليه. السهول الساحليه في افريقيا بتتميز بحاجه، بص كده على الحته اللي انا احاول اظللها لك بالقلم، الحته دي كده حاسس ان هي ضيقه ولا متسعه؟ لا ضيقه. ليه؟ الجبل مقرب من الساحل. طيب وهنا برضو ضيقه، الهضبه مقربه من الساحل، وهنا الهضبه مقربه من الساحل، وهنا الجبال مقربه من الساحل. يبقى السهول الساحليه بافريقيا
تتميز بوجه عام بالضيق، السهول الساحليه ضيقه. ليه؟ لان الجبال والهضاب قربت من الساحل، لكن هلاقي ان السهول الساحليه بتبقى متسعه عند فين؟ عند مصبات الانهار، يعني الحته اللي النهر بيصب فيها الاقي السهل الساحلي بتاعها متسع. عشان خاطر الجمله دي احطها كده على بعضها، تتميز السهول الساحليه في قاره افريقيا بوجه عام بالضيق وتتسع عند مصبات الانهار. احفظها لي كده كلها على بعض. طيب بالنسبه مستر للسهول الفيضيه، احنا كلنا عارفين ان السهول الفيضيه اهميتها عباره عن تربه خصبه صالحه للزراعه كونتها الانهار. السهول الفيضيه عباره عن تربه خصبه دايما بتبقى صالحه للزراعه، اللي بيكونها هي عباره عن الانهار. طيب مين اهم انهار افريقيا؟ احفظهم لي عشان خاطري. واحد اهو ده نهر النيل، اتنين نهر النايجر، تلاته نهر الكونغو. احفظ معايا تاني، واحد نهر النيل، اتنين نهر النايجر، تلاتة نهر الكونغو. نهر النيل، نهر النايجر، نهر الكونغو، دول اهم التلات انهار الموجودين عندي في قارة افريقيا. طيب قبل ما اخش عندي على السهول الصحراوية في تعريف، بس عايزك تبص كده على الشكل ده وتفهم. بص الشكل ده كده معايا يا ولاد، هتلاقي عندك تعريف اسمه حوض النهر. اهو ده كده اللي بنقول عليه حوض النهر، هو عبارة عن الارض اللي بيجري فيها النهر او احد الروافد بتاعت النهر، وده اللي بتبقى الارض منحدرة اخدة ميل، قلت لك عاملة زي الزحليقة عشان المية تتحرك عندي. ده بيجيبوه كتير عندك في الامتحانات كتعريف، ما المقصود بحوض النهر؟ كده فهمناه، كرروا كده معايا، تقول لي الارض التي يجري بداخلها النهر او احد روافده او تنحدر مياهه اليه. طب تعالى كده نجري بسرعه عندي ونطلع تاني على الخريطه بقى عشان نبدا ناخد السهول الصحراويه. تعالى كده مع بعض عند اولاد ناخد السهول الصحراويه في افريقيا. السهول الصحراويه عندي في افريقيا في عندي اهو سهل صحراوي اهو مكتوب، مكتوب ايه؟ بحر الرمال العظيم. ده سهل صحراوي اسمه كده، بحر الرمال العظيم. ده موجود عندي بين مصر اهو دولتنا وبين ليبيا، بس لما بيجي يكمل في ليبيا ساعات بيسموه اسم تاني، بيسموه سهل كالينشو. خلي بالك سهل صحراوي، حتى دي بتلخبط الطلبه كتير. تاني سهل الصحراوي ده في ليبيا يقول عليه كالينشو، لكن في المنطقه هو مكمل، بس يجي في الجزء بتاعه اللي بيمتد ما بين مصر وليبيا اسمه بحر الرمال العظيم. تاني بين مصر وليبيا اسمه ايه؟ بحر الرمال العظيم. في تحت عندي سهل صحراوي تاني اهو اسمها صحراء كالهاري، اسمها صحراء كالهاري في جنوب قاره افريقيا. يبقى السهول الصحراويه لما يقول لي يمتد سهل نقط بدوله ليبيا، يمتد السهل الصحراوي نقط بدوله ليبيا، اقول له كالينشو. يمتد نقط سهل صحراوي بين مصر وليبيا، او لبحر الرمال العظيم. طيب جنوب افريقيا، جنوب قاره افريقيا سهل صحراوي اهو صحراء كالهاري. طيب تعالى بقى نروح عندي لتضاريس اوروبا النهارده عشان نختم بيها، ويبقى كده ختمنا الجزء الاول اللي بنقول عليها قارات العالم القديم. برضو زي ما اتفقنا، انت حضرتك فاتح قدامك الشرح وجايب لي خريطه وتبدا حضرتك تذاكر فيها وتحفظ اماكن الحاجات دي، كده يبقى مذاكره جغرافيا، دي كده مذاكره تضاريس. لكن ما تقعدش تحفظ وانت مش شايف الاماكن. هو درس التضاريس قايم عليه تحفظ اسم الجبل او اسم الهضبه او اسم النهر وتعرف مكانه فين على الخريطه بس. انت لو اكتسبت المهاره دي يبقى انت كده نجحت في الدرس اللي هما بيعتبروه من اصعب الدروس. قاره اوروبا عندها سلاسل جبلية واحدة بس اسمها جبال الألب. تاني، أوروبا ما فيهاش إلا سلسلة جبلية واحدة بس اسمها جبال الألب. موجودة فين في القارة؟
وسط قاره اوروبا. الامتداد بتاع يعني ايه كلمه الامتداد يا مستر؟ يعني حركه السلسله الجبليه اهي من الغرب للشرق. طيب الجبال دي اللي هي عندي سلاسل جبال الألب، ركز بقى، في أوروبا بتتسمى باسمين، الاسمين هم مكتوبين على الخريطة. في الحتة اللي أنا شايفها قدامي دي شمال، في شمال أسبانيا بيسموها جبال البرانس. تاني الحتة دي كده في شمال أسبانيا اسمها جبال البرانس. واجي في الحتة دي المنطقة دي كده اسمها شبه جزيرة البلقان. المنطقة دي اسمها شبه جزيرة البلقان. في شبه جزيرة البلقان هنا بيسموها جبال القلب الدينارية. جبال القلب الدينارية. يبقى تاني أنا عندي في وسط أوروبا جبال بتمتد من الغرب إلى الشرق وسط القارة. في شمال أسبانيا يسموها جبال البرانس. وفي شبه جزيرة البلقان يسموها جبال القلب الدينارية. طب مين اهم هضاب قارة اوروبا؟ في عندي هضبتين اتنين في اوروبا. في هضبة اسمها هضبة المزيتة، وهتلاقي مثلا ساعات حد يقول لك المزيتة بس هو هتنطقها المزاريطة. المزاريطة ده يبقى كده مسلسل الكبير، احنا انا مش في المسلسل الكبير، اسمها المزيتة. والهضبة دي اخدى معظم او كل مساحة دولة اسبانيا. الهضبة التانية عندي هنا اسمها هضبة فرنسا الوسطى. والهضبة دي بيجري فيها نهر اهو اسمه نهر السين. نهر السين يقطع هضبة فرنسا الوسطى نهر السين. تاني يقطع هضبة فرنسا الوسطى نهر السين. بأكد تاني وكرر عشان تحفظ معايا في حصتك. تاني انا عندي هضبتين في قارة اوروبا. هضبة اسمها هضبة المزيتة دي اخدى معايا كل مساحة دولة اسبانيا. الهضبة التانية فوق اهي اسمها هضبة فرنسا الوسطى اللي قطعها عندي نهر اسمه نهر السين. تمام. طيب بالنسبة للسهول الساحلية، السهول الساحلية قدام عينيك اهي، دي بتشمل كل البحار والمحيطات اللي بتطل عليها قارة اوروبا، سواء عندي اهو على البحر المتوسط كل دي كده سهول ساحلية، سواء على المحيط الاطلنطي، سواء على بحر الشمال، سواء على البحر ده اسمه خلي بالك البحر ليه البلطي، ما تقوليش البلطي، البلطي ده سمك، اسمه البحر البلطي. كل دي سهول ساحليه. بس السهول الساحليه في قاره في قاره اوروبا بتتميز بحاجه. تتميز بايه؟ بص كده، ودي احنا قلناها في اول حلقه عندي في المنهج مع بعض. تتميز بالتعرق، وما تنساش ان التعرق في الساحل يساعد على انشاء الموانئ الطبيعيه. طب تعالى كده مع بعض نشوف السهول الفيضية. أوروبا في عندها سهل فيضي كبير جدا اسمه هو ظهر قدامك، اسمه إيه؟ اسمه السهل الأوروبي العظيم. تاني أوروبا فيها سهل فيضي واحد كبير جدا اسمه إيه؟ اسمه السهل الأوروبي العظيم. السهل الأوروبي العظيم ده بادئ منين لحد فين؟ أقولك، هو اخد عندك من هنا من عند المحيط الاطلنطي غربا ويمشي يمشي لحد جبال الاورال شرقا. تاني يمتد السهل الاوروبي العظيم منين غربا لحد مين شرقا؟ من المحيط الاطلنطي غربا لحد جبال الاورال شرقا. عباره عن تربه خصبه، كل المدن الرئيسيه في اوروبا موجوده فيه، باريس برلين. ركز بقى في اللي جاي. في ثلاث انهار عندي في اوروبا عايزك تحفظهم كويس قوي. اول نهر اهو، النهر ده اطول نهر في اوروبا، طويل قوي، اسمه نهر فولجا او الفولجا. النهر ده بيصب فين في الاخر يا مستر؟ بيصب عندي في بحر قزوين. النهر الثاني اهو اسمه نهر الدانوب، يصب في البحر الاسود. النهر الثالث اسمه نهر الراين، بيصب في بحر الشمال. تعالى نعيد تاني الثلاث انهار دول عشان عايزك تحفظهم كويس قوي. تاني مع بعض الثلاث انهار. ادي نهر اسمه نهر الفولجا، ده اطول نهر في اوروبا
بيصب فين؟ بحر قزوين. نهر الدانوب بيصب فين؟ في البحر الأسود. تلاتة، عندي نهر الراين بيصب فين؟ بحر الشمال. دول أهم ثلاث أنهار عندي في قارة أوروبا. وبكده نبقى الحمد لله خلصنا الجزء الأول من درس التضاريس. خدنا النهاردة مع بعض قارات العالم القديم، أسيا، أفريقيا، وقارة أوروبا. طبقنا التضاريس بتاعتهم، أهم الجبال، أهم الهضاب، أهم السهول الفيضية والسهول الساحلية والسهول الصحراوية والأنهار. المهارة اللي بأكد عليك تاني للمرة المليون عشان الدرس يبقى بالنسبة لك سهل، احفظ اسم الجبل، اسم الهضبة، اسم النهر، وحدد وقف بالقلم على مكانه بالخريطة، هتلاقي الدرس بالنسبة لك سهل جدا. كان معكم معلم أول مستر محمد نور محمود كمون من منصة الإسكولة التعليمية في حفظ الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.